ولفقراتنا سلمى اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم مع هذا التطور الكتير كبير اللي عم نشوفه والحاجة الكبيرة لتطوير وتنمية مهارات الأفراد. يمكن صار ضرورة كتير كبيرة نركز على عملية التعليم ونطور من أساليبها بشكل كتير كبير. مثل ما بنعرف سلمى ما بقى الأستاذ أو المعلم هو محور العملية التعليمية، لا، تم إشراك الطلاب بشكل كتير كبير لحتى يصيروا هن المحور بعملية التعليم، لحتى نحط خطة تعليمية ناجحة بشارك فيها الأستاذ والطالب بنفس الوقت. أكيد فرح، والمعلم بيلعب دور بأنه هو اللي بيصير عند طلابه الحب للتعلم والحب أيضا للاستقصاء والبحث والمشاركة وفنون النقد بطريقة إيجابية طبعا من أجل التعلم. اليوم عم نشوف كثير من الطلاب عندهم حالة نقد لحالة التعليم بشكل عام، وأحيانا المعلمين كمان عم نشوف عندهم نفس هي الحالة، ولكن كيف ممكن يكون المعلم هو البوصلة لتوجيه هي العملية ولحتى يرجع حب الطالب للعملية التعليمية بشكل عام؟ كل هالأسئلة رح يجيبنا عليها ضيفنا لليوم بالاستوديو الأستاذ محمد محسن سعيد، وهو مدير مدرسة ابن كثير الدمشقي العامة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا أستاذ محسن. صباح الخير. أهلا وسهلا. يسعد صباحك أستاذ. أهلا وسهلا فيك. بذاكرتنا يمكن قديش كان الأستاذ هو محور العملية التعليمية، هو القائد بخلال الصف واللي بحط الخطة الناجحة. اليوم خلينا نعرف شو دور المعلم بالعملية التعليمية، هل ما زال هو القائد، هل هو ما زال محور العملية التعليمية، أم أصبح في شركاء أساسيين بهي العملية؟ طبعا أول شيء بداية صباح الخير، المعلم لا شك هو الأساس، ولكن نعم. الآن وجدنا أن التلميذ بات هو الأساس أكثر من التعليمية، فالمعلم هنا يضع بعض الأنشطة ويطلع التلاميذ عليها، من خلال هذه الأنشطة يقوم التلاميذ بتنفيذها، فهنا يبرز دور التلميذ بأنه هو الأساس في العملية التعليمية. إذا ليس فقط المعلم، ولكن هناك وجدنا أن التلميذ هو لابد أن يكون هو الأساس، لأنه لولا التلميذ لما نجحت هذه العملية التعليمية ولما نجح هذا المعلم. فهذا التلميذ، نجاح التلميذ يعكس نجاح المعلم. نعم. طيب أستاذ، اليوم خلينا نحكي عن التعليم التفاعلي اللي صار موجود ولو بأبسط الوسائل، فينا نقول اللي هو النقاش والحوار بين الأستاذ والتلميذ، كيف بلشتوا تفعلوا بالمدارس؟ النقاش والحوار هنا عندما يعطي المعلم الأريحية للتلميذ، وعندما يعطي المعلم الثقة للتلميذ، وهنا أيضا نلاحظ أيضا المعلم عندما أدرك دور التلميذ بدأ يعطي له دورا بناء في الحوار. هذا الحوار طبعا هو الذي يساهم في تطوير العملية التعليمية. هذا الحوار طبعا لابد للمعلم أن يقوم به، لأنه طبعا هو السبيل للارتقاء بالعملية التعليمية. نعم، يعني أستاذ منشوف بعض الأحيان يمكن أستاذ يعني قادر أنه يعمل حالة من النجاح عند الطلاب وحب للمادة نفسها، وبعض الأساتذة يمكن منشوف هذا الشيء أقل عنده. هون السبب هل هو فروقات فردية بين الأساتذة، هل هو يمكن اختلاف بطريقة التعامل؟ شو السبب اللي منشوف هي الحالة يمكن بكل مدرسة؟ حتى بذاكرتنا نحن منتذكر أنه كنا نحب مادة معينة، وبعض المواد أوقات يمكن مو نفس المحبة لهي المادة. لا، أنا برأيي نجاح المعلم أولا وآخرا يتوقف على حب التلميذ لمعلمه. عندما يعشق التلميذ ويحب معلمه فيحب المادة، وبالتالي يتعلق بهذه المادة وبالتالي يبدع بها. فعلى المعلم أولا وآخرا أن يجذب التلميذ إليه. عندما يجذب التلميذ إليه فإن المعلم هنا قد نجح نجاحا كبيرا. هنا طبعا نصف العملية التعليمية هو أن يجذب المعلم التلميذ إليه. مجرد ما أحب التلميذ المعلم أحب مادته وأبدع في مادته. طيب أستاذ، يعني اليوم أنت حضرتك عم تحكي عن عملية الجذب للطالب، نحن عم نشوف كتير طلاب هلأ صار في هيك عوامل خارجية كمان بتأثر عليهم، ما عاد بس ذهابهم للمدرسة، صار في مواقع التواصل الاجتماعي، الموبايل وغيرها من القصص اللي أحيانا بتشتت انتباه الطالب والعملية التعليمية. شو الوسائل اللي ممكن من خلالها الأستاذ يرجع يحفز الطالب أنه هو يكون محب لهي الحصة الدرسية؟
تشويق الطالب المادي، تشويق الطالب المادي ودمج التعليم بالتكنولوجيا، هذا شيء كبير يجعل التلميذ يعشق المادة. أنا لي ملاحظة على الأهل، هذه طبعاً الجوالات أو الموبايلات أو الهاتف المحمول بأيدي الطلاب، هذا الهاتف أو الجوال ساهم أو سبب كبيراً في تراجع العملية التعليمية، سبب تراجعاً في مستوى الطلاب، حيث أننا نجد الطالب وهو في القاعة الدرسية والجوال طبعاً في يده طبعاً، وقد تشتت عن المعلم ولا ينتبه المعلم، لذلك نحن علينا أن طبعاً أن يكون الطالب انتباهه للمعلم، فالمعلم هنا طبعاً من خلال أفكاري ومن خلال معلوماتي ومن خلال ربط التكنولوجيا بالتعليم يستطيع أن يجذب الطالب أكثر إليه. أحياناً أستاذ مصادف كتير أوقات مثل ما قلنا بعض الأساتذة يمكن اللي قادرين يحققوا عناصر الجذب إن كان للطلاب، قادرين على إنجاح العملية التعليمية بشكل كتير كبير، لكن بعض الأساتذة نشوف في حالة تقصير نوعاً ما إن كان بطريقة الإعطاء إن كان بالالتزام بأي تفصيل. حضرتكم كإدارة كيف بيكون التعامل مع الأساتذة والمعلمين من نقد وتوجيه لإصلاح هي العملية؟ طبعا بالتاكيد ليس كل المعلمين اكيد ليس كل المعلمين نفس السويه. هناك بعض المعلمون وبعض المعلمين طبعا اقل مستوى عن البعض، ولكن عندما نلحظ ان هذا المعلم مقصرا في مادته، طبعا نحن من خلال حضور الدروس الدوريه لدى المعلم، واذا لمست اي تقصير نقوم بتوجيه المعلم نحو هذا التقصير، وايضا نحن من خلال بعض الملاحظات التي تردنا من أولياء الأمور، فعندما ترد الملاحظة أولياء الأمور حول ذاك المعلم فنحن نقوم بتوجيه المعلم ونضاعف الدروس وحضور الدروس عند هذا المعلم. نسبة النجاح أو لدى الطلاب ممكن تعكس نجاح المعلم برأيكم كإدارة؟ طبعا بالتأكيد نجاح التلاميذ وتفوق التلاميذ في هذه المادة يعكس مدى تفوق الأستاذ في هذه المادة، ومدى أنه يتبع طريقة ناجحة في إعطاء المادة. كمان أستاذ اليوم حكينا أنه الطالب صار هو يعني شريك بنجاح العملية التعليمية، ما فينا ننكر بعض الطلاب بيكونوا متميزين متفوقين، وبعض الطلاب بيكونوا شوي يعني اللي بنسميهم مشاغبين. اليوم الطالب المشاغب ممكن يأثر على مجموعة كبيرة من زملائه بقلب الحصة الدرسية، كيف بيتم التعامل معه؟ هل لساتنا عم نتعامل بالطريقة التقليدية اللي هي أحياناً البعض كان يعنفهم، البعض كان يخرجهم من الصف، أو في محاولة لجذب هذا الطالب المشاغب؟ لا بالتأكيد هذه الآن نحن في عملية تعليمية حديثة، نحن الآن لدينا الإرشاد بالتعاون مع المعلم يقوم بتوجيه التلميذ نحو السلوك الصحيح، وبالتالي هذا التلميذ بالتأكيد توجيهات المعلم وتوجيهات الإرشاد فإنه لابد أن يتخلى عن هذا السلوك السلبي الذي كان هو سبب في الحاقة الأزلة لزملائي في القاعة الصفية. فهذا توجيهات المعلم، هناك معلمون كالأب الحنون، وهذا التلميذ عندما يستمع لنصائح المعلم فأنه بالتأكيد سيتغير وسيختلف هذا السلوك الذي كان يسلكه في السابق. فهناك بالتعاون بين الإرشاد وبين المعلم هذا الطالب لابد أن يعود إلى السلوك الصحيح. خلينا نوضح اليوم أهمية يمكن اجتماع لأولياء الأمور بالمدرسة وتبادل وجهات النظر بين الأهالي وبين الكادر التعليمي بقيادة مدير المدرسة. طبعا التركيز على كثير من النقاط يمكن يلي بيغفل عنها شوي الأستاذ، أو حتى بعض النقاط بنفسية الطلاب يلي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. نحن مع اجتماع أولياء الأمور، يعني اجتماع أولياء الأمور هناك بعض الملاحظات لذوي الطلاب علينا أن نسمعها، هناك بعض الملاحظات يقوم الأهالي طبعا بعدم إبلاغها للمدرسة طبعا، ولكن
إبلاغ هذه الملاحظات شيء هام وضروري. فهذه الملاحظات في اجتماع أولياء الأمور توجه هذه الملاحظات لإدارة المدرسة للمعلمات، وبالتالي نحن طبعا نوجه المعلم إلى نحو الطريق الصحيح. فالملاحظات التي تأتينا خلال اجتماع أولياء الأمور نعمل على تجنبها في المستقبل. فإذا كان الأستاذ هناك بعض ملاحظات على الأستاذ نقوم بتبليغ إياها. فاجتماع الأمور اجتماع رائع جدا وهام وضروري جدا في كل مدرسة، ليس فقط من ناحية التعليمية، حتى أيضا من ناحية التربوية. هناك الكثير من الأطفال نحن يصعب علينا التواصل مع ذويهم، لذلك في اجتماع الأمور نتواصل معهم وطبعا نوجه لهم الملاحظات حول ذاك التلميذ. فاجتماع الأمور اجتماع هام وضروري، وعلى المدرسة أن تعقده لو كل عام مرتين. نعم، كمان أستاذ يعني هذا خليني أقول العلاقة المشتركة بينكم وبين الأهل أو بين الطالب هي أساس لحتى تنتقل المرحلة التعليمية لشكل أفضل. اليوم صرنا عم نشوف يمكن تنحو وزارة التربية والتعليم نحو تدريب وتأهيل المدرسين، إشراك الطلاب دائما بورشات أحيانا تنعمل بالفصل بين الفصل الأول والفصل الثاني. أهمية أيضا هاي النشاطات بتحسين العملية التعليمية. طبعا تقوم التربية بإقامة نشاطات في المدرسة، هذه النشاطات طبعا يبدع بها الطلاب، وعندما طبعا نلاحظ الطلاب عندما يقوم بهذه الأنشطة يفرغون تلك الطاقات من خلال هذه الأنشطة. هذه الأنشطة الجميلة والرائعة تجعل من الطالب أنه متعلقا أكثر بمدرسته، متعلقا أكثر بمعلمه، متعلقا أكثر مع رفاقه من أجل هذه النشاطات. فهذه النشاطات التي تقوم في المدرسة تعمل على دمج الطالب مع رفاقه ومحبة أكثر لرفاقه، أيضا تجعل منه تلميذا مجدا، تلميذا نشيطا. هذه الأنشطة هي اسمها أنشطة، فهي هذه الأنشطة ترفع من مستواه الثقافي والعلمي، وحتى أيضا السلوك. هذا السلوك إذا كان هناك سلوك، فهذا السلوك يجعله أكثر اجتماعيا مع رفاقه. أستاذ اليوم بصفتك مدير مدرسة حكومية مدرسة عامة، اليوم كيف بتصنف يمكن التعليم بهي المدارس، خاصة أنه يمكن في رغبة شوية من الأهالي اليوم بالاتجاه للمدارس الخاصة؟ بعض الأهالي طبعا ما فينا ننكر بالمقابل حالة التفوق الكبيرة اللي شفناها من المدارس الحكومية، وبصفتك مدير شو هي ممكن الصعوبات اللي ممكن تواجهوها بهي المدارس؟ نحن في مدارسنا الحكومية هناك معلمون رائعون جدا ومعلمات متميزات جدا طبعا، ولاحظنا عندما وفد إلينا الكثير من الطلاب من المدارس الخاصة وجدوا أن هذه المدارس لا تقل شأنا عن المدارس الخاصة. لذلك الآن نجد انتقال كثير من الطلاب الخاصة إلى المدارس العامة. فنحن طبعا ليس الموضوع موضوع أن هذه المدرسة الخاصة تعطي التلميذ دروسا أكثر أو أنشطة أكثر، بالعكس نحن في المدرسة الحكومية لدينا أنشطة كثيرة ولدينا فعاليات كثيرة، ولدينا أكبر دليل على ذلك الطالبة شام التي أبدعت وتميزت عن مستوى الوطن العربي، لم تكن في مدرسة خاصة بل في مدرسة حكومية. نعم، يعني الأمثلة كثير، ويمكن نحن سابقا تحدثنا عن مدرسة ابن الكثير الدمشقي والنشاطات اللي بتقوم فيها والطريقة المتميزة بتعليم الطلاب، مع أنها هي مدرسة ليست خاصة، هي مدرسة حكومية. خلينا نحكي عن الوسائل اللي دائما بتحاول تجددوا وتدخلوها على المدرسة. نحن في مدرستنا الشيء الجديد في مدرستنا هو أن المعلمات تتبعنا اسلوب رائع مع الطلاب. فكل عام نلاحظ اقبال على المدرسه بسبب اسلوب المعلمات الرائع مع الطلاب مع التلاميذ. اضف الى ذلك نقوم ببعض الانشطه، هذه الانشطه الجديده كل عام تشجع الاهالي بالتسجيل والانتقال الى مدرستنا.
لذلك نحن بصراحة لدينا ضغط كبير على المدرسة، فهذا الضغط جاء من وراء من خلال أسلوب المعلمات الرائع في المدرسة ومن خلال الأنشطة التي يقمنا بها، فهذه الأنشطة كانت سببا في هذا الضغط الكبير على المدرسة، وخصوصا في أنشطة الطلعة. في أنشطة الطلعة هناك المعلمات يقمن بأنشطة كثيرة وجميلة ومحبة للتلاميذ، هذا ما دفعهم طبعا، دفع ذوي الطلاب والرغبة في الانتقال إلى مدرستنا. نعم أستاذ اليوم، إذا من بدنا نوجه كلمة إن كان لأولياء الأمور أو حتى للمعلمين المتواجدين دائما بأماكن عملهم، شو تحب توجه لهم كلمة لتكامل العملية التعليمية لحتى نضمن نجاح وتفوق الطلاب؟ أولا للمعلمين، المعلمين أنا أشكر المعلمين لأنهم يبذلون جهدا كبيرا، ولكن أنا أطلب من المعلمين أيضا مضاعفة الجهود أكثر وتحبيب التلاميذ بهم من أجل رفع سوية العمل التعليمية ومن أجل جذب التلاميذ إلى المدرسة. أما بالنسبة لأولياء الأمور، أولياء الأمور أرجو منهم المتابعة الدورية لأبنائهم، الزيارات، أن يقوموا بزيارة دورية للمدرسة لإطمئنان على ولدهم، لمعرفة حال ولدهم، مستوى التعليم لولدهم، إن كان هناك بعض الملاحظة على ولدهم فهذا لا يقوم إلا من خلال الزيارة الدورية. أما أن يقطعوا المدرسة بشكل كبير فهذا طبعا ينعكس سلبا على التلميذ، فالتلميذ يدرك بأن الأولياء أو مثلا والده غير مبالي به، فهذا التلميذ سيزداد شغبا وسيزداد عنفا في المدرسة. أما إذا كان هناك زيارة دورية هذا الطالب فإنه سيلتزم أكثر وسيكون منضبط أكثر، وأتمنى من أولياء الأمور أثناء زيارة المدرسة أن يلتزموا بمواعيد محددة لزيارة المدرسة. يعني أنا مثلا محددين مثلا يوم اثنين وخميس زيارة المدرسة، هناك بعض أولياء الأمور يأتون إلى المدرسة مثلا يوم الثلاثاء وأثناء الحصة الدرسية ويطالبون بمشاهدة المعلمة، ونحن لا نستطيع في أي لحظة أن نقوم بطلب المعلم من الصف من أجل مقابلة الأمر الطلاب، لأن هذه الحصة الدرسية محسوبة أو هي من حق التلميذ وليس بحق ولي أمر الطالب. على أولياء الأمور أن يلتزموا بالمواعيد المحددة. أكيد بدنا نشكرك كثير أستاذ على كل المعلومات اللي قدمت لنا إياها اليوم، بنتمنى أكيد دائما العملية التعليمية تصير بأفضل حال لطلابنا. شكرا لك. شكرا لك مرة ثانية أستاذ، أتمنى لك نهار حلو. شكرا كثير كمان لكل المعلمين بكل المدارس سواء الحكومية أو حتى المدارس الخاصة، لكل المعلمين اللي عم يقوموا بهي الرسالة الإنسانية الكبيرة. شكرا لك أستاذ.